ها؟ ما فيهاش ضغوط لا هي الاتوبيس فيها ضغوط، متحرك يعني ايه؟ اهو. الجمهور قاعد لهم بره، هم هيخرجوا بالاتوبيس هيلاقوه. لا فيها كل الضغوط الجماهيريه، امال ايه؟ لا لا فيها السوشيال ميديا لوحده كفايه. يا الله اللهم اجعل كلامنا خفيف. جمهور السوشيال ميديا بقى مؤثر. لا مش مؤثر، ما هو انت ناس قاعده لوحديها من حقها تقول اللي هي عايزاه، وكل لعيب وكل مدرب ومن طول حقه الوقت في يعتقد الموبايل ان هو فاتحه. يملك المفاجاه في انه بيقول حاجه ما حدش غيره فاهمها، فيلاقي 10 عملوا له لايك، شفت بقى واخد بالك؟ لا طبعا، لا دي قصه مختلفه يا ابراهيم. السوشيال ميديا دي اللي قال ده عالم افتراضي، هو حقيقي عالم افتراضي. افتراض التعبير صحيح، لانه بيحطك في الصوره اللي انت تحب تشوف نفسك فيها. وغياب الرقابه فيها، غياب كل حد الرقابه بيكتب. جرأت الناس كلها، جرأت الناس كلها. الولاد والبنات بيشتموا دلوقتي. وده السطح الساخن للقمه. يعني متخيل انك انت لو عملت قراءه في السوشيال ميديا للقاء القمه 115